السؤال الثاني يقول: ما هو الفعل العدل في مسألة الهجر؟ مسألة الهجر يا أخواننا على نوعين. الهجر هو معناه شنو؟ معناه الابتعاد عن الإنسان. في إنسان معين تبتعد عنه أنت. طيب، فهو العلماء قالوا على نوعين. النوع الأول هو هجر رؤوس الشر والضلال، زول راجل مضل وفتنة وراس شر، زول صاحب شبهات وأباطيل وخفت على نفسك منه، هذا الواجب هجره. لو أنت خفت على نفسك ولا ما خفت ذاته، هذا الواجب يهجر، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنه. إنسان يخوض في آيات الله بالتكذيب والتحريف والطعن والتشويه للإسلام والطعن في الدين والطعن في السنة، هذا الواجب يبتعد عنه. طيب، أما النوع الثاني فهو هجر صاحب المعصية أو المنكر. فدا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لكتاب العقيدة لابن قدامة المقدسي، من كبار كتب الحنابلة أو من كبار علماء الحنابلة، قال إنه الهجر ده تشوف المصلحة منه شنو. لو عندك ولدك في البيت، طيب، والولد ده أنت شايفه قاعد مع أولاد سيئين في أخلاقهم أو في عقيدتهم، شايفه قاعد مع ناس سيئين، فأنت تقول له: يا ولد، ما تقعد مع الناس دي وتنصحه. لقيته مصر، تقول له: شوف يا ولد، والله أنا أشوفك تاني قاعد مع الأولاد ديل، سلام الله ما بيناتهم، وتهجره. قالوا ده حسب المصلحة منه. لو عرفت إنه ولدك ده ولا أخوك في الله ولا أخوك شقيقك عنده لك تعظيم ومعزة في قلبه، ولو أنت قاطعته هو حيخلي الحاجة الكعبة دي، الشيء السيء ده حيخليه وحيبقى زول كويس، فأنت قالوا تهجر. ولا والله تمشي مع النازل تاني ما أسلم عليك وما أسلم عليه، ده بيستفيد وبيرجع. وده زي ما عمل ابن عمر رضي الله عنه، عمل مع ولده بلال. ابن عمر داوى الحديث، قال: لا تمنعوا من الله مساجد الله. النسوان لو مشيت المسجد ما تمنعون، خلونا نمشي، النبي قال كده. فحملته الغيره ولده بلال، قال: والله لنمنعهن. قال له: اقول لك قال رسول الله، تقول والله لنمنعهن؟ والله لا اكلمك ابدا. قالوا: ما كلموا ثاني. فده موجود يا اخوانا، لكن الضابط فيه شنو؟ المصلحة. طيب، لكن لو شفت الزول ذاك هو أخوك، أخوك شقيقك ولا أخوك في الدين، وأنت شفته على غلط وقلت له: شوف تاني لو عملت كده سلام الله ما بينات، قال لك: يا أخي امشي، ريحت أنا ذاته وزاد زيادة، يبقى الهجر ده ما منه مصلحة، توقفه. وخاصة ده يا أخوانا ينطبق على كثير من الناس اللي ما تعلموا، المجتمع يا اخواننا فيه ناس ما تعلموا ونشأوا على ديان ابائهم، والواحد قد تلقى عنده اخطاء حتى في العقيده. الاولى توصل وتحسن له في المعامله وتعامله بصوره كريمه وتزوره، ده قد يتغير يوما من الايام. فلا تميل للهجر معهم ابدا، ما تميل للهجر، الوصل اولى بالنسبة يا اخوانا للناس، خاصة ما تعلموا، وخاصة من الناس الكبار في السن. عيب عليك انك انت ذول كبير في السن وما وجد حظ من التعليم الكافي، او وجد حظ من التعليم لكن شايفك انت ولا صغير زاد، ولا يا اخي تيجي تعلمنا الدين، انت قلت انا تعلمت ذاته، انت قريت شنو انت؟ نحن يقول له وقت قرينا وتخرجنا من المعهد العالي، انت ولد حايم بريداك في الشارع كده، ده فهمه. فهذا الاولى يا اخواننا يتلطف معه الكبير في السن، ويحسن له في المعامله حتى ولو اساء هو.
انت الصغير انت اللي بتتكسر ما يتكسر الكبير، انت اللي بتتنازل ما يتنازل الكبير. فالواجب عليك حسن المعاملة، لكن مع النصيحة، مش حسن المعاملة معنى المداهنة وتجامله. وخاصة لو بقى أبوك عنده فهم يقول لك رح وديني للزيارة وديني للفقيه ونمشي نجيب المحايات، ما توافقوا، لكن أحسن معاملة. لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم ها فلا تطيعهما، لكن وصاحبهما. ما شاكله، ما تقول انت حاج ما نافع ذاتك، انت كبرت وبعد ما فيك فايده. الناس الكبار ده ذاته بيقوا ما داخلين في برنامجنا يا ناس، كلام ما بيجي. الله قال لك: وصاحبهما في الدنيا معروفه، عامل المعامله الكريمه مهما اساء. لو دعاك للشرك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفه، تحسن له في الدنيا وتقدم له النصيحه.